السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخنا. وحياك، تفضل. حبكم في الله. أحبك الله. شيخنا، عندي سؤالين، بارك الله بكم. الأول هو، كنا ندرس بعض الأطفال القرآن، ومررنا بقوله تعالى: ثم بعثناكم من بعد موتكم. فسألني أحدهم هل هذا كان الموت هو فيه حساب وسؤال، وهل كان فيه عذاب كالموت الحقيقي؟ فلم أجبه صراحة، وبحثت فلم أجد من العلماء من تكلم بذلك. أنت لماذا ولماذا تتنطع هذا التنطع لماذا ما الحامل لك أن الله سبحانه وتعالى أخذ بني إسرائيل؟ لا، هذا نوع تنطع، هذا نوع تنطع. وسيتجه كلامك إلى أيضا أصحاب الكهف، وسيتجه كلامك إلى الذين أحياهم الله على أيدي المسيح. لما تتكلف هذا التكلف؟ ماذا أقول لو كونه طفل، بارك الله فيك؟ والله أنت نزلت نفسك منزلة الطفل، قل يا الله أعلم بكل ذلك. السلام عليكم.